صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تاكسيدو. في حلقة اليوم قيس التاكسيست باش يطلب من الركاب نتاع التاكسي انهم يخليه يتعدى بقضية في جهة شارع محمد الخامس في العاصمة باش يوصل ساك نساه واحد من الحرفاء. بس امك يا معلم في ثنية حضرنا له مفاجأة ما كانوش يتصوروها. مقمر الوليد مسكين لا نعرف وليد صغير ولا نعرف فهمتني. كما شفتوا التاكسي دخل في كروسة، لكن اللي ما يعرفوهش الركاب هو أنه الكروسة ما فيهاش بيبي إنما عروسة بلاستيك، لذلك علاش صدمتهم كانت كبيرة. زي خلط بيبي معاها بسم الله لا عدو بيبي معاها الكروسة؟ أي زيك سيدون؟ لا لا ها؟ بيبي بيبي الكروسة قبل شوي بشوي بيبي بشوي بشوي مش تمشي مش تهرب مش تهرب بس برا برا بيبي راك ضربت بيبي مليح والله. الركاب نتاع التاكسي ما يزيش الغسره اللي صارت لهم على الاكسيدون وزيد السائق نتاع التاكسي باش يزيد يلوم عليهم ويحملهم معاه المسؤوليه. كلمتني يا صاحبي كركرك قلت لك ايه يا حب صاحب سلام غير هي تسمع نسمع كان اي عيطت هي عيطت كيفاش عيطت سمعتهاش هي اي تعدي بكروس قالت اه سي صراحه كوكو ديريتك يا خرجت طيب ريتك يا خرجت كلمت قلت لك يا معلم لا كلمت قلت لك يا معلم ولا كلمت لك صحة ترك يا ربي زمانيك اه والله ما عندي فكرة ضربة قوية جدا ضربة قوية ما ريتوش انا سمعت كان واقف صيحتها ندرت على صيحتها ما ريتوش هي صاحت صاحت هي قالت يا اخي انا درت الرافي كروسه طايحه ما ريتوش جمله انا صحت بقويه صحت انا جوفيين واخ يا صاحبي كركرك صحت لي والله عيطت عليك قسما بالله عيطت عليك قلت لك يا سعلم رد بالك والله قلت رد بالك انت واخ متلف لك قلت لك معلم رد بالك انت تلفت في الاخر كان قلت لي مثلا راهو صغير ولا راهي كروسه انا صخيب رد بالك صخيب حجره ولا حاجه لا قلت لك رد بالك يا معلم يا ورد سوى والله سمعتك انا بس رد بالك يا معلم هك في ما ريتوش متلفتك ايه نشوف الميجي وحنين نبدي خرجت لي هي اه يا ربي يا ربي توا ريتو علي ما قلت ليش ما ريتوش عيطها سيدي صاحت زعما لاباس ولا والله ما نعرف انا بيبي معاها نحن ضربنا الكروسة كلها يا ربي يا 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 نرجو ميسيخ نرجو إن شاء الله لبيس نرجو نرجو إن شاء الله لبيس يا ربي دار الكروسه يا برس وليدات بجاه ربي لا 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 تحكي بجاه ربي يا معلم يا سخني انا سخني في الماء معين بعد الفاصل التاكسيست باش يعاود يرجع بالركاب نتاعو للمكان نتاع الحادث وين باش يلقاو المزيد من المفاجآت في انتظار. اللي ذا اسمع اش يقولوا في الاخبار يا ولا ادرى سربي فيها يا اعلام العرب. قبل الفاصل خلينا الركاب التاكسي مفجوعين بعد ما سائق دخل بالكهربه في كروسه فيها بيبي وهرب. بعد الفجعه كل واحد من الركاب باش يحاول يخمم مع التاكسيست في الحل المناسب للورطه اللي لقى روحه فيها. حسب رايك شو تعمل انا تو؟ انا قلت لك حبسني زعما نمشي للمرور ولا كيفاش؟ لا لا قبل ما تمشي زعما ارجع شوف ثبت شد عندك شد
ارجع للبلاصه من بعيد. امان امشي معايا امان امان براس سمك كمان عادي انت عادي امان المرور براس مين استنى متاخر هذا هذه حبس هذه يا راي بيبي يا ربي يا ربي معانا يا رب ترى ارجع ترى بيبي معانا خلاص لك ونمشي يلا نهرب على المطيه يا ربي لازمنا نرجع بيبي دورة هيدي نومي هيدي هيدي دورة نرجع ريتها نرجع لها أمان يبدأ البيبي صارت له حاجة خايف على الحاكم هنا ولا حاجة اطلب اطلب لسيرونس وعندكش باترون تطلبه عندك شوية تصانع بتاعي ها تصانع عندكش مول الكرب ها عندي نمر مول الكرب اطلب مول المول قول له خرجت واحده غلطه معنا خارجه بكروسه تاع بيبي ضربته خليه يطلب لاسيرونس تاعك يزودوا لك شوي مصلحتك تمشي تدكلاري حتى على الاقل لاسيرونس وفيت امشي وين اقصد ربي اقصد ربي اوكي هو تسترني برا ما والله من يوم ندور بيك ما تخافش تهنى يا ربي يا مان تعدى كله على قليل احكي له الحكايه يا مو على قليله ها شو مش قولوا ثم كهرباء ولا كمان قدام وهي تطقوا حافظ كله هي ظالمه كله هي ظالمه ولا حاجه شوف هما كما كهرب ولا كميونه ولا حاجه انت ما شفتك بس قلت لي هي خرجت لوحدها يعني هي ظالمه مانا براس ميمت كمان تقول دازت بوسيف شوفوها زعما كيما تحب انت اه كيما تحب انت ما عندي حتى مشكله مش معاك ما عندي حتى اشكاليه انت في بلاصتي اش تعمل براس امك انا ديكلاري ما غير ما تغش علي ما غير سيرونس انا وفيت لسيرونس ما غير سيرونس ما غير ما تغش مني تعرف قانون حبس فيها حبس فيها امشي على روحك اقصد ربي ها اقصد ربي يا تورا فور كما تحب انت بيبي صاحبي امشي قدام امشي امشي لا قدم قدام شوي برك قدم قدام شوي قدم قدام شوي لبس برك ها لبس سمع حد منك في بلاصتي ايش تعمل ولد عمي انت دور منا دور منا انت في بلاصتي ايش تعمل دور منا دور منا اسيرونس وافيه ايش تعمل انت في بلاصتي دور ارجع غادي هات نمرو قديش هات يزي لنا يزي يزي لنا يزي سرت بعيد يا الدور يزي سي بون هي الدور باش تفوت غادي عامل كل انت تراك لفت على اليمين في باش حظبه ولا حاجه ها لحظه لحظه نسالك شد لهنا شد لهنا مش ليش ما يخلون اودي شد انت ونرجع على غادي نسالك واعطيني نمرة ونطبق ما ظهري لاباس سلوك تك على اليمين ها تك على اليمين شوفوا غادي لا تك تنافي انا سرقي ها انا بتين على السقي حك شوفوا معايا مان انا بتين على السقي طب تشوف انت ايش على السقي مش من اقفل وين هي دور هي البارك وقعد انت شوف كان ما فماش عيط لي هي هنا قلت كاين امور تمكن اخوي ما عندي حتى اشكالي الموقف اللي تحطوا فيه ركاب التاكسي اليوم حتى حد ما يتمنى يحضر عليه كذاك علاش كلهم تفرهدوا كي عرفوا لي الحكايه الكل كانت كاميرا خفيه مش يشوفوها ومسلم روحي وكهو مش نشوفوها بك يطلع صارت له حاجه صغير تشهد معايا عمان اللي انا مريتها مرينا هيش لا انت لا هينا وي قاعده مسكينه قاعده يميمه رايت شويه تخ لازمنا نرجعوا اقف بربي ايش يا كايسان؟ مبروك 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 اللي هو انا قلت وقتها قلت رد بالك انا عندي في بالك بها رد بالك اي ما تقول لي معلم ما في باليش وما قلت ليش اي ما كيفاش باش نعملوا احنا كيفاش باش نعيشوا الحدث قنوش وصافا لاباس ان شاء الله رمضانكم مبروك على نسمه موعدنا معاكم غدوه في نفس التوقيت في حلقه باش تبدل تماما الخارطه السياسيه في تونس